people come to him, come to the way of Sultan Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي وراءه يا كريم اللهم تكرم عليك يا الله يا رب. فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم يا كريم يا رب. فقال النبي صلوا عليه. فقال النبي وراءه يا كريم يا الله كريم كريم يا كريم يا رب. الله الله كلنا عم يصلوا على النبي. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم. فقال النبي فقال الشفيع فقال الحبيب وراءه يا فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخا العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبغاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام. فقال الشفيع فقال الحبيب وراءه يا فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له
أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبغاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي: أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال: والله آمنت به ولم أراه، ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي: أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول: فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له: يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك: قل لهذا الأعرابي إن قال يا كريم أيظن أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعرابي: والله يا نور العين يا جاد الحسن، لو حاسبني ربي لأحاسبن. قال له النبي: وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال: لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله الله. فقال جبريل عليه السلام للحبيب: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. فقال جبريل: يا حبيب الله، الله يقول لك: قل لهذا الأعراب.